البعض يقول محمد توفيق علاوي هو خيار الشعب، والبعض يقول هو جاء بقرار عراقي، والبعض يقول هو جاء بمباركة أمريكية إيرانية، والبعض يقول هو جاء باتفاق تحالفي الفتح وسائرون. عند مدة سنة يمرر بها انتخابات، يهيئ لانتخابات نزيهة حرة مبكرة، وأعطى عدة وعود وتعهد بعدة تعهدات. هذه التعهدات يراد لها واحد هي 6 سنوات يلا تمشي. شنو رأيك بهذه المعادلة المعقدة؟ تفضل. يعني هو مرشح تسوية، والمرشح التسوية هذه تمت بالأساس معظم الكتل السياسية، مو كلها، معظم الكتل السياسية، وقد تكون لها أيضا نوع من التوافق الإقليمي، قد يكون، أنا ما عندي معلومة، بس يبدو من خلال ردود الفعل الأولية تبدو أن هناك قبول به. ولكن أكو طرف أساسي غايب من التسوية، يعني ساحات الاحتجاج بشكل عام اللي هي كانت القوة الرئيسية اللي المسؤولة عن تأمين استقالة الحكومة السابقة وفي إيجاء التغييرات هذه، وهي المفروض القوة الرئيسية اللي تكون مشاركة بالتسوية، يبدو أنها ليست طرفا بالتسوية.